السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معكم شيوة تعليم ابو حمان اليوم لكم وصفه سهله جدا ورائعه ولذيذه وصحيه مئة بالمئة وهي خضر في الفرن مرافقه باربعه افكار نتمنى تعجبكم ومشيو للطريقه وفرجه ممتعه هنا عندي الخضر يعني التشكيله ديال الخضر انا غسلهم من قبل عندي جوج دنجالات جزرة واحده كورجيطه واحده وعندي بصله صغيره وبطاطس وعندي الفلافل بالالوان وهنا مطيشه وطماطم وهنا عندي بصله يعني الخضريه وهنا جوج اوراق ديال الكرافص هنا غناخد خديت الدنجاله ديالي حيدت ليها داك الراس الاخضر اللي كيكون كي الفوق وكنقطعها على هذا الشكل على نصفين ومن بعد كنقطعها قطع صغيره كيف شتو يعني عفوا يكون متوسطين على الطريقه يعني كنقطعها طول على شكل طولي ومن بعد عاد كنقطعها مربعات كذلك الكرجيطه حتى نفس العمليه حتى هي كنقطعها على نصفين وكنقطعها شرائط هكا ومن بعد كنقطعها قطع مربعات متوسطه نمشي على هاد هاد الطريقه لجميع الخضر ديالي كذلك الفلافل حتى هما انا خديت هنايا غير نصف نصف وحده يعني بحال دابا بالنسبه لهاد الصفراء خديت نص ديالها والحمراء والخضراء كذلك وهنا جزره بعد ما يعني حيت ليها القشور ديالها ونقطعها يعني كذلك على نصفين ونقطع قطع صغيرة على هذا الشكل ونأخذ كذلك البطاطس اللي عندي نحيد ليها هي القشور ونقطع على شكل طولي ومن بعد نقطع مربعات وايضا الكرافس عفوا قبيله قلت اوراق هادو راه ويدات ديال الكرافس <applause> صافي كنقطع على هذا الشكل نكمل كاع الخضره اللي بقات عندي البصل حريف وبط... وبصله بصله خضر عفوا وبصله عاديه ومطيشه هنا الخضره ديالي كلها قطعتها كيف شفتوا في هذا الاناء خاصو يكون كبير باش نقدروا نخلطوا وضعت تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون وكذلك غادي نوضع واحد شويه ديال البزار وغادي نوضع كذلك رشة من الملح يعني الملح اختياري إلا بغيتو ديروه غنخلط الكل غير بيديا هكا على هذا الشكل باش نخ... باش نحس بان كاع التوابل والزيت يعني تجانسوا مع الخضره على هذا الشكل مزيان بهذه الطريقه من بعد غناخذ الطاوه ديالي اللي انا ديجا ملبساها ورق الفرن ورق السلفريزي والفرن شاعل سخون هنا الخضره ديالي كيف فوق الطاوه غادي نضيف عليها واحد يعني واحد الخويطات ديال الزيت زيتون وغنضيف عليها واحد الرشه ديال لا مجفف وهنا غنضيف الفرماج بارميجانو بارميزو يعني اختياري غير هو كيعطي واحد المذاق غزال مع الخضرة مشوية في الفرن من بعد كندخلو الخضرة ديالي طيب مزيان ونخرجها كيف شتو كيجي منظرها رائع حتى المذاق كيجي هنا غناخد بالنسبة للفكرة الأولى غناخد العجين المورق اللي أنا سبق اللي حطيته في القناة غادي تلقاوه بالخطوات وبالمقادير كذلك حطيت درت عجين مورق ودرتو في هاد المول الدائري وتكيتو تكيت بالفرشاة و وكيف حطيت عليه الخضره ديالي يعني كتجي رائعه هاد هاد المورقه بالخضر كتجي لذيذه صافي أه هنايا رشيت واحد شويه ديال الفرماج وغندخلها للفرن طيب ونمشيو للافكار التاليه اللي هي أه الخضر مع صدر أه الدجاج دجاج وهنا الخضر مع الكفته اللي انا طيبتها غير في الاله ديال البانينو وهنا المورقه ديالي اللي بالخضار حتى كذلك كتجي كيف سبق اللي ذكرت وهنا الفكره الرابعه وهي الخبز التورتيلا اللي انا سبق لي حطيته في في القناه كذلك غتلقاوه بالتفاصيل كيجي كي رائع حتى هو غزال بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش كي اللحم هذه طريقه سهله وبسيطه ولذيذه كذلك نتمنى تعجبكم هذه الطريقه ديال الخضر في الفرن الصحية كيف سبق لي ذكرت مئة بالمئة تقدروا ترافقوها بأي حاجة عندكم في تاب الحوت كتجي غزالة ترافقوها بالحوت مقلي ولا مشوي وأيضا تاكلوها غير بوحدها هي كتجي رائعة نتمنى تعجبكم الفكرة ونتمنى تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد والسلام